الله ينور على بيتزو يا عالمي. عليك يا استاذ. هو ده الشوف. عليك يا استاذ. الله ينور يا اسطى. عليك يا استاذ شعلان. استاذ شعلان. حلوه يا استاذ شعلان دي، انما الناس دي بتفهم. يلا خلصوا بقى وانا غداكم عندي. استاذ ماشي يا استاذ. انت عامل شد الحته دي والنبي على المدخل ده مهم. العربيتين التانيين فين يا ايه؟ بعتهم على مخزن ابو شوشه زي ما انت قلت، بس فلوسه حراقه قوي يا عبد العزيز. معلش احنا محتاجين له عشان عنده وفر تسد عين الشمس شويه كده، ونخلص توضيبات المخزن ونبقى نشحن على هناك. ماشي ماشي. بقول لك ايه، العربيه دي عايزك تخزنها. لا دي فريشها في المطر ودي اللي خزنها. دي فريشها ودي خزنها. خد 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 العربيه دي. العربيه دي هتتفرش في قلب المطر. لسه قعدت في قلب المعرض وده مالكش دعوه بيها. يعني انا مش هنخزن دي؟ لا لا مالكش دعوه. انا قعدت دي. اه انت معاك دي. يبقى انا وانت نخزن ديت ونقعدت دي. لا 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 مالكش دعوه بدي. انا كنت واقف ودي اللي هنخزنها دي. مالكش دعوه بدي. انتوا الاثنين في دي. يعني احنا الاثنين في دي؟ في دي. طيب بص بعد اذنك يا معلم زيزو، عشان لما يمشي ما تقعدش تقول لي الكلام. قول له اهو. قول له في وشك ولا كده مش هيبقى. قول لي الكلام في وشه. احنا لا مؤاخذه بعد اذنك لينا مطالب. لا ولينا مطالب فهويه واعتراضات نوويه، ومش هينفع اللي انت بتعمله معانا ده. تمام؟ زي ما بكلمك بس يا نكره منك ليه؟ اعمل اللي قال عليه المعلم عبد العزيز. يلا. عاجبك الكلام ده يا عبد زيزو؟ لا رد علينا وما تعليش صوتك لما اكلمك. ترد علينا الواد ده حاجه غريبه قوي يا استاذ شادي. كل خبطه ياخدها على دماغه من هنا يرجع يفط تاني ويقوم. الله. طب بيجيب البضاعه دي من ايه؟ ولا كان اتحرق له مخزن واتفشفشته البضاعه. صراحه يا جماعه انتوا معاكم حق. الواد ده بعد المفروض الخبطه الاخيريه دي ما تقوملوش قومه. طب ايه اللي حصل؟ اقول لك حاجه يا استاذ شادي. انا حاسس بريحه زفاره. قولي بقى ليه؟ ليه؟ نورهان جاب زاريته، نزلت له بضاعه قد كده، بس نورهان ما تقدرش تعمل اي حاجه غير اما يجي لها اوامر من فوق. طب البضاعه اللي اتحرقت دي راحت فين؟ نمره 2 نزلت له بضاعه تاني اكتر من الاول. الله. طب جابها منين؟ ما تقول لنا انت اللي دماغك تتوزن وكلها حكم. مظبوط، المفروض ده اللي تجاوب يا معلم قنديل، مش تسالنا احنا الاسئله دي. وانا بفكر لوحدي يا جماعه، انا بفكر مع بعض، يعني بفكر بصوت عالي. طب استنى استنى استنى، الناس اللي بينزلوا لك البضاعه دول ما يقدروش يتقصوا ويعرفوا، فانت تسالهم البضاعه دي جايه منين؟ لا الناس دي دماغها عاليه قوي، وما تقولش حاجه غير اما تكون هي عايزه تقولها. مش اي حاجه يعني، بس انا لا هفضل انخرم 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 لغايه ما اعرف ايه الموضوع ده، لان مش معقوله نبقى احنا الاثنين موجودين ونتضرب على قفانا كده. على رايك ده احنا حتى من ايام ام كلثوم. تاني ام كلثوم؟ يا عم ما انا قلت لك ام كلثوم ماتت. يا عم ما تستعبطش، ما انا سامعها امبارح في الراديو. يا مرزد ومات. انا عارف منيح شو صاير معك، بس بليز مسيو عبد العزيز، صداقه غير الشغل اللي بيناتنا. لا ما تقلقيش، انا بعرف افرق كويس بين الشغل وبين الصحوبيه. ممكن اقلع الجزمه بس عشان حاسس بخنقه كده يعني. اقلع؟ اه بتقولوا عندكم ايه؟ هتشلح فيك تشلح مثل ما بدك. لا لا الجزمه بس. كنا بنقول ايه بقى؟ ايه وانت من وين بدك تجيب كل هالمبلغ؟ لا ما تخافيش انا هديلك الفلوس كلها تكه واحده يعني. خليها على الله. بدي اعرف من وين بس. خليها على الله. بتعرف شو بيعجبني اكثر شي فيك؟ هالعناد المكحل عيونك، ما في شي بيوقفك. بس في اعرف انت شو عاجبك فيي؟ شو؟ كأنك ساكت، ما يكون ما في شيء عاجبك فيي. لا حتى عيب. يعني ليه ما تقوليش انك عشان كلك على بعضك كده عجباني يعني، فمش لاقي حاجه اقولها. واو هلا قدرت اللي غروري. عشان بدي اعزمك لعندي على جناح، واعتبر المصاري اللي بيناتنا بطل بدي منك شيء. الدنيا حر ولا انا متهيألي؟
معلش ما قلتليش جود بلاي على الطلعه اللي انا طلعتها دي. العيال ولعوا له في الورشه والمخزن والناقد ايده للسما، والعيال ما حصل لهمش اي حاجه. عمليه امريكاني امريكاني بصحيح. برافو يا يسري، شاطر. اسمعنا يا جمخ، امورنا كبير. انا عايزك تحط لي الواد اللي اسمه عبد العزيز ده تحت عينيك، تحسب لي خطواته خطوه خطوه، تجيب لي بيها تقرير. يا ده عبد العزيز كل شويه يهب علينا ده. ما انا قلت لك يا باشا اريحك ونخلص منه، وزي ما ولعنا له في المخزن والورشه نشفيه وهي جزره وطما جحش. جمخ، انت تاخد التكليف وتنفذ وانت ساكت، ما تجودش. يا باشا ما الراجل ده عملنا صداع، قلت لك نخلص منه ونخلص من الصداع. كله باوان، ما تستعجلش. انا بقى مستعجل. جمخ كمل سيجارتك واشرب حاجه بره، مشغول بلعب. وتعب نفسك ليه بس يا مدام عاطف؟ تعب ايه يا اختي؟ لا تعب ولا حاجه، ده واجب. وبعدين احنا مش اهل ولا ايه؟ وحنين دي مش زي بنتي. اه طبعا ربنا يخليكي. شكرا قوي يا طنط، ما يجيكيش في حاجه وحشه. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا حبيبتي. بس انا ليا طلب عندك. امورين يا طنط. انت لسه في عز شبابك والحزن في القلب يا حبيبتي، لازم تخرجي من الكآبة اللي انت فيها دي. انا اسمع من عبد العزيز ابني ان انت بسم الله ما شاء الله عليكي مثقفه ومتعلمه وموظفه قد الدنيا، لازم بقى تبصي لقدام وترجعي لشغلك وتجمدي كده. اه يا مدام عاطف قولي لها انا غلبت معاها، ما بتسمعش الكلام. انا عارفه، عارفه ان الفراق صعب، بس الفراق يا بنتي فراق العين. ابوك هيفضل عايش جواكي طول العمر. فرفشي بقى كده وبصي لمستقبلك. ان شاء الله يا طنط ان شاء الله. طب لو انا غاليه عندك بقى وريني ابتسامتك الحلو، ولا اجيب لك عبد العزيز هو اللي بيعرف يضحكك؟ الا بالحق، عبد العزيز بيتصل بيكي ولا لا؟ طبعا عبد العزيز مش مقصر ابدا، ربنا يخليهولك، راجل بجد. ربنا يسعد ايامه اللي جايه ويسعد ايامك يا بنتي. يا أنس، انت قليل الأدب عشان بتقولي كلام كتير. مال فؤاد هكون بعمل ايه؟ مستنيه الفرج. الله، هعمل لك ايه؟ ما هو انت اللي بتقول كلام يضحك. لما اشوف الوعود اللي انت عمال توعدني بيها دي هتصدق فيها ولا لا. هما مش بيقولوا الصبر مفتاح الفرج؟ انا حظك. يلا يا انوستي، باي، هكلمك بعدين. خلصنا من سهر الليالي وقعدنا في البيت وقلنا ارتحنا، طلعت لنا التليفونات. نعم يا غراب البين، انت بتبرطمي بتقولي ايه؟ ما بقولش حاجه. ليه ما تقولي؟ انا عايزاكي تقولي. انت بتهددني ايه؟ بعمل محشي. يا دي النيل، انا قلت لك عايز اكل محشي؟ انا قلت عايز اكل محشي؟ بس انا بحب اكل المحشي. يخرب بيتك يا وليه انت تاكلي بعد ما انا اكل؟ يا ساتر يا رب عليك، ربنا ياخدك يا شيخة واخلص. عارفة اسمع ابويا سمع كلمة كلمة حرف من اللي انا قلته هعمل فيكي ايه؟ هو انا بفتح بقي ولا بتكلم؟ يا اختي هو انت عامله حاجه غير انك فاتحه بقك؟ يا بتاكلي يا بتردي، يا بتاكلي يا بتردي، قرفتيني. ايوه يا شيخ عوده. لا لا، احنا خلاص هنغير الطريقه بتاعتنا، هنعتمد على وجوه جدد. كروت مش محروقه، بس همتك بقى تعمل عليهم تيست. اول طلعه قريب ان شاء الله. ماشي، مع السلامة يا شيخ عودة. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا أنس. إيه مالك؟ ثانية واحدة. ألو؟ أيوه معالي الوزير. لا يا فندم، المؤتمر في ميعاده، بس عايزين تشريف جنابك. أيوه، علشان نسلط الضوء على رجال الأعمال الجدد. ما هم لازم ياخدوا الثقة. نسلط عليهم الأضواء طبعا.
حاضر. مع الف سلامة. مع السلامة مع الوزير. تفضل تفضل يا فندم تفضل. ايه يا انس كنا بنقول ايه؟ لا مؤاخذة يا دكتور انا لسه ما قلتش. طب قول. هي ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ حكاية عبد العزيز. انا ما تعودتش منك انك تسأل يا انس. ايوه يا دكتور ما هو بصراحة اتكلم ولا لا؟ اتكلم قول كل اللي عندك. بصراحة انا شايف انه خلاص بما انه سلمك كل المستندات وحتتين السلاح يبقى دوره انتهى. لا مفيش حد دوره ما انتهاش. انا مش فاهم انت ليه حاطه في دماغك. انا مش حاطه حد في دماغي يا دكتور. انا بقول ان احنا نخلص منه. وعلى فكرة الواد ده بيلعب من ورانا. بيلعب من ورانا ازاي؟ عامل جو مع نورهان. نورهان بتروح له وانا شفتهم بنفسي. يا راجل. ايوه نورهان. لا برافو عليك يا انس. ايوه فندم كمان انا شايف. انت ما تشوفش انت تشوف شغلك وبس. طب افهم ايه اللي مخليك تشغل واد زي ده معانا؟ ده مش مننا. ما هو عشان مش مننا وبيشتغل معانا. وبعدين عبد العزيز دلوقتي مفيش اي شبهات بتحوم حواليه. يعني ينفع يبقى وجهه مفيده. ولو اتحرق يبقى كارت واتحرق وفي 60 دقيقه. الله. طب وايه اللي مخلي فضيلتك تديله ثقه قوي كده؟ اقول لك انا جبت الثقه دي كلها منين. اولا هو جاني برجليه وسلمني كل الحاجات اللي كان ممكن يراوغنا بيها. ثانيا انا مش بثق فيه هو، انا بثق في ذكائه وقدرته العاليه على النجاح. ثالثا وده الاهم بقى ان هو هيتحط تحت الاختبار. واذا خان يقع عليه عقاب المفسدين في الارض. واذا صح يبقى اهلا وسهلا وهو تبقى مصالحه وطنيه. مصالحه وطنيه. ايوه كده النبي تبسم. شكلك حلو قوي انت بتضحكي. انا مش عايز الابتسامه دي تفارق وشك طول ما انا عايش. انا عايزك تشكر لي مامتك قوي. وقفت معنا الفتره اللي فاتت دي كتير. وانت كمان بصراحه ما كنتش عارفه يعني من غيرك كنت هعدي المحنه دي ازاي. محنه؟ المحنه دي قديمه قوي، دي انتهت من الاربعينات يا بنتي. محنه ايه؟ بجد يا عبد العزيز مش بهزر. كتير قوي ببص لك ببقى بسال نفسي انت ازاي قوي قوي كده. عندك مشاكل كتير وفات عليك مشاكل كتير قبل كده، بس لسه بتدي الناس اللي حواليك وايدك على طول ممدوده. لان انا شايف الحزن اللي بعينك. نفسي افهمك انت ايه بالظبط. بني ادم واحد عادي من عباد الله بيدور له على مكان وسط الناس. اروح من الليل احط راسي على المخده واقول الحمد لله النهارده ما ظلمتش حد. اتفقنا صوف قوي. قولي هكتشف فيك ايه تاني؟ قال لي بنت اللي بنت في البضاعه اللي يدور يا ما يلاقي. اه من الحق. انت كنت قلت لي قبل كده ان انت بتشتغلي او كنت دارسه في حاجه كده زي اتصالات. اه كوميونيكيشن. ايه؟ كوميونيكيشن اتصالات. كوميونيكيشن اتصالات. كوميونيكيشن اتصالات. طيب خلاص مبروك. قدمي لي بقى السي في بتاعك من بكره. بالنسبه اللي هو اسمه سي في ما تقفليش على واحده بقى. قدمي لي سابقه اعمالك. انت تشتغلي معايا. اشتغل معاك ايه؟ تشغلني بياعة مثلا؟ لا وانا برضه يجي عليا وقف واحده حلوه كده وسط البضاعه غساله تلاجه. لا لا امال هتشغلني ايه؟ انت هتشتغلي مديره اعمالي. انا عندي كده مصلحه يعني داخلها ان شاء الله هتبقى جامده. انا داخل في مشروع كده مشروع كبير يعني هيوفر استهلاك كهرباء يعني 30% من التكييفات والاجهزه وبعدين هنخش على الموبايلات وبوردات وحاجات زي كده. ايه ده؟ ازاي يعني؟ لا ده موضوع يطول شرحه. انا بس هبعرفك على واد ابراهيم زيجو وهعرفك على ياسين. دول شباب زي الورد بيشتغلوا في الشارع. دول اللي هيعملوا المشروع ومش بعيد اصدر للصين. تصدر للصين يا عبد العزيز؟ الصين اللي بتصدر للعالم كله من ابره للصاروخ مستنيك انت تصدر لها؟ اهو ده بقى مربط الفرس. طب انا هسالك سؤال. ها دلوقتي لو احنا صحينا الصبح لقينا العالم ده كله مش موجود ومصر بس اللي موجوده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟
حاجاتنا واكلنا وشربنا وقمحنا وهدوم اللي انت لابساها دي، موبايلاتنا وكل حاجه بتيجي من بره كده ولا لا؟ تمام. احنا بقى هنعيش ازاي؟ اكيد هنضطر نشتغل. لا طب ما نضطر نشتغل من دلوقتي احسن مننا في ايه؟ الصين عندهم ايه مش عندنا؟ ما عندهمش غير بشر، ده حتى قصيرين وعينيهم ضيقه. انما احنا عندنا هنا ما شاء الله البشر في العين والعدد في الليمون، وهنعرف ننجز. انت بس قدمي المشيئه، وطالما عبد العزيز قال هنصدر للصين يبقى هيعملها، وانت معايا. ماشي انا معاك. وبمرتب كبير. جري عبد العزيز. وهتاخدي نسبه من الارباح السنويه. هاخد يا حبيبي بس عايزه اتكلم. ومش هتتكلمي؟ لا هتكلم يا عبد العزيز، ما لازم اتكلم. خلاص اتكلمي. بص انا عاجبني تفكيرك جدا. هو ملخبط شويه وعامل زي نكش الفراخ، بس ممكن يتنظم. بس خليك واقعي، كل الناس اللي بتشتغل في مصر هنا بجد بيشتغلوا في شركات مالتي ناشونال، تمام؟ فلما تيجي تتكلم على مصري عادي، المصري العادي ما بيحبش يشتغل اصلا. هو انت من تايلاند ولا ايه؟ كل شويه تقولي المصريين المصريين. مالهم المصريين؟ هو بيشتغل في شركه زي حضرتك دي مش كان بيشتغل زي النحل لما بيونش، صح ولا لا؟ بنشتغل زي النحل بس في عائد مادي كبير. عائد مادي كبير. العبد الله بقى هيربط الشغل بالانتاج، اللي عايز يعرق ويشقى ويشتغل ويعمل قرش يتفضل نشوفه على راسنا من فوق، واللي مش عايز بقى يخليه قاعد على الرصيف ولا بيشخبط على الحيطان. الصنايعي المصري صنايعي تمام، بس هو يقفش. يقفش يقبض فلوس. ماشي. يقبض كويس، هتلاقيه بيحب مكانه ومخلص له ويعمل الشغل صح. انت دلوقتي عايز تصدر للصين او تنقل التجربه الصينيه هنا مصر. تمام. او حتى الماليزيه او الهنديه. مش لازم الاول تعرف الناس دي بتشتغل ازاي؟ نعرف النو هاو. يعني ايه دي مش فاهمها؟ مش فاهم. هفهمها لك ازاي دي يا عبد العزيز؟ يعني بالبلدي كده نعرف سر الصنعه. الناس دي كلها مديرينهم اجانب. مدير اجنبي وخبير اجنبي ومدرب اجنبي. ما نجيب رئيس جمهوريه اجنبي ونخلص يا حنين، في ايه؟ الناس هنا كويسين وزي الفل. ما بس نفسهم قصير حبتين. ناخد كاس افريقيا وما نعرفش نخش كاس عالم. الموضوع محتاج شويه فكر وتنظيم نفس. هلا ما نسافر ونشوف الناس دي بيشتغلوا ازاي ونشوف سر الصنعه بتاعهم. طب انا عايز افهم حاجه. ما انت بتعرف تتكلم لغات؟ طبعا بعرف لغه الجنيه. واعرف اسند على واحده متعلمه كده وحلوه زيك تهرشني الحكايه وتفك لي طلاسمها. وانت يا عبد العزيز بتجيب اللغه دي منين؟ مش فاهمه. عايزاني يعني اكلمك بالشوكه والسكينه؟ ماشي. لا لا انا عايزاك كده على طبيعتك، انت كده حلو وانت عسل وانت كيوت. مثل ما عم حاكيكي انديل هلا على عداوه معهم. وليه على قامتي؟ شو عم بتقول؟ كان بدك تكتب لي المحل الجديد باسمي، وإذا سحبوه منه ما رح يتبقى لي شيء. بعرف اختي بعرف، ومشان هيك انا اجيت لعندك بسرعه لخبرك لتشوفي شو بدك تساوي. وشو دخل انس بالموضوع؟ انس ما هو اصل البلا، هو اللي عم يحركش بمخه طول الوقت. انا سمعته باذني عم يقول له لا تاخذ المعرض الجديد لانه ما رح يحقق لك الارباح المطلوبه. وبيفرق معهم الخساره هاي؟ ما في خساره. لك هي مصيبه وحلت على راسي. روح هلا قبل ما يجي جوزي وانا بحاكيك بالتليفون. ايه ماشي اختي، يلا خاطرك. الله معك. طيب اوكي ما تطول. ما تبوس الأول. بقى ثلاثة. أنا مش مصدقة صراحة إنه صرنا مع بعض وأخيرا. ده إيه الجو اللي أنت عاملاه ده؟ عجبك؟ ده يعجب الباشا. سحر. إيه كمان؟ يعني
اللي يشوفك كده وانت سيدة اعمال وجامده ما يشوفكيش دلوقتي. ما انا بعرف ميز كتير منيح بين اني اكون سيدة اعمال وبين انه رهان ومعجبة بحدا. لا انا ما بشربش. يا ريت تفك كل قيودك اليوم انت وعندي. نفك بس ما بشربش. عن جد؟ بس مش مسموح تقلي لا على شيء ما انت عندي انا عند نورهان. شوف يا نورهان، انا ما فيش ست ممكن تملكني او تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. اوكي انت بتأمر. طب ما تعرفني عليك من اول وجديد لك يعني. يلا شو يعني تقدري تقولي كده؟ انا احب ابقى زي الحصان حر. وانا من هلا خدمة التراب اللي تمشي عليه. ما تفتح النور. كل الأوراق بتاعت المعرض والفواتير بتاعت البيع والشراء من يوم ما استلمته. تمام كويس. خد مديد على العقد ده وسلم مفاتيح الخزنة والمعرض لشيرين. مش الصبح كده يعني؟ مش فارق خير يعني. طب نستنى بس لغاية بعد الظهر يعني، اليوم يبتدي بخسائر. خسائر ايه؟ انت هتفضل تعيد وتزيد ولا ايه يا نديل؟ انت لسه واخد الفلوس ومستفها وعديتها بنفسك. طب هو لسه عتفي. ممكن تديني بس يومين؟ يومين بس يمكن ربنا يفتح عليا واغير السيستيم بتاعي. لا سيستيم ولا برسيم، امضي ما تزيدش. يلا حاضر. لخص ماشي. طب انا مش عارف ليه انا حاسس ان اليوم بادئ من اوله. معلش. الهي يا ماما. محمد رسول الله. اتفضل. مبروك عليك الفلوس. الله يبارك فيك. مبروك عليك اليوم ده. سلام يا اخوان. صل على النبي، صل على النبي، اللي يحب النبي صل عليه. صل على النبي، صل على النبي، اللي يحب النبي صل عليه. صل على النبي. لحود حمل قعد هنا. اسعى اسعى اسعى. يلا هوبا. الحبل على الكرار، الحبل على الكرار، الحبل على الكرار. هوبا هوبا هوبا. الحبل على الكرار. عم عزيز عايز اشعلان بالطريقه دي؟ مش هنبقى احنا اللي وحدنا بنبيع بسعده في الشارع؟ مخاييل وقلنا هم من رجالتنا وزبون بيجالنا عشان الميزه اللي عندنا دي. كده انت طيرت الميزه دي مننا. غلطان يا شعلان. ليه بقى؟ انا بوسع الدايره وقاصد انها توسع. لما يبقى لنا خنان كتير في السوق ومنافس بيع وتوزيع يدينا تميز ونكبر اكتر. محدش يكره شرط الكابتن يا شعلان. الله يرحمك يا عم زكريا. فهمتك يا كبير. انت عايز ترول للشارع وتعبيه في جيبك. بالظبط كده. السلام عليكم يا عبد العزيز. عليكم السلام يا معلم بلعوطي. اؤمر مش بعاد انا انك تجيني معرضي. ليه يا معلم خير؟ هو احنا في من بعض حاجه لمؤاخذه غير معروف؟ يا اخويا قول لنفسك. لا اقول لك انت. هو انت بتقعد خالص يا راجل؟ ده انا كويس ايدك في المعرض حاكم. انت لمؤاخذه بتحب التنطيط. اللهم صل على النبي. يا عم انت جاي تحسدني في وشي ولا ايه؟ لا 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 حاشا لله، انا جاي افتح معاك صفحه جديده ونشغل بعضينا. هات من الاخر. شوف يا معلم صلى عليه يشفع فيك يوم القيامه. عليه الصلاه والسلام.
يعني انت صليت عليه باليوم كده؟ على الصلاة والسلام. انا عايزك تنزل لي بضاعه زي المعلم مخيل. قلت ايه؟ مش بعاد يعني انك تطلب مني بضاعه. ليه يا معلم خير؟ لانك بتشتغل مع المعلم قنديل وموالس معاه وبتعادي اللي يعاديه، يعني لا مؤاخذه ما تسالش مني. اه مطبلاتي. لا لا معلم فكك مني، لا مؤاخذه يعني. انا عارف انك راجل تحب المصلحه والسبايب. هتنزل لي بضاعه؟ نزلت لي وجربني. لقيت معاملتي يافت ورجوله نزل لي تاني. لقيتني وحش لا مؤاخذه ما دخلتش دماغك؟ ما بين البائع والشاري يفتح الله. وفكك مني خالص. قلت ايه؟ ماشي يا عم بلاوطي، انزل لك بضاعه. هو كده، انا عارف انك راجل عملي ومية مية زي ما سمعت عنك. يلا بالاذن بقى اسيبك شوف شغلك. يا لال بالاذن. ايه ده؟ يبقى نزل بضاعه للراجل ده. هتنزله بضاعه بجد ولا ايه؟ وانا من امتى قلت كلمه ورجعت فيها يا شعلان؟ صار ده كان بيشمت فينا ولا انت ماشي بنظريه اللي محتاجش وشه محتاج قفاه؟ مش النظريه، الراجل ده ناقص ما يسدش في الشدايد، يعني بيركب الموجه ويمشي مع الرايجه، ما عندوش ولاء غير لنفسه. طب ما كويس، ما انت عارف اهو. هتنزله بضاعه بقى ليه؟ عشان شرط الكابتنه يا شعلان اللي قلت لك عليها. جهز نفسك بقى وحط خطه توزيع مع اياد واعمل حسابك. مش هو الكلب الوحيد اللي هيجي يقهوى ويتمسح فينا. شكلك كده بتكتك على كبير بعد غرقنا في نعيمك يا كبير. ربنا يصلح الحال. يا دكتور. اهلا يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله يا سيدي. النهارده؟ لا لا تمام ماشي يناسبني زي الفل. جاي جاي. اتفضل. ده مين ده؟ ادري كنا قعدنا في الخيمة دي حتى شرحة وبرحة ولطيفة. أنا أروح معاك خيم تاني لوحدي؟ ده بعينك أخشى على روحي من الفتنة. ماشي يا ستي، أدي العقد. مش ناقص
بص كده بص كده ألمس، ما تيجي نقطرشها يجي 2 سنتي بالكتير من الجنب ده شمالك واربع من الحتة دي؟ حتة دي 2 سنتي؟ واحد لا بس 2 سنتي ده أنا شيلها كلها يا جميل يا أختي تبقى عمر أمضي بقى ما كنتش اعرف ان دمك خفيف قوي كده يا استاذ عبد العزيز لما تكون الغزاله رايقه بس يا سيدي ربنا يروق الغزاله على طول لا ما رايق من ساعه ما شافت وشك السمح ده بقيت زي الفل قول لي بقى اخبار التجاره عامله معاك ايه تمام ماشيه بنفس حضرتك انت بتعمل ايه بتطفي السيجاره هنا لما انت هتولع السجاده الله 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 هادي السجاير قلت لي ان التجاره ماشيه خلاص يا سيدي نحمد الله ونشكر فضله قلت لي بقى انك عايز تشتغل في السلاح عشان تساعد اخواننا المجاهدين حصل طب قول حاجه تانية يعني حاجه زي ايه مش فاهم وبعدين انا تعودت عليك انك ذكي الفلوس ايوه الفلوس شوف هنجرب مره كمان ولو اقتنعت بيك حوافي معلم كده انا هاجي معاك عادل اهو كده يا راجل انا اكتر حاجة اكرهها في حياتي هي الكذب شوف يا باشا قصدي يا دكتور قدري انا من ساعة ما طلعت من السجن وانا عامل زي اللي طالع مطلع كل ما اوصل لاخره اتزق اتدقلج ويلا من اول وجديد قلت ياض ما تفكر بقى وتلعبها صح وتلعب مع اللي معاه المصلحة ما انت لعبت اهو ومصالحك في الشارع شغالة شفت بقى او انت كده عايز ترجعني المطلع من اوله مش عايز تدخلني عبايتك مفيش ثقة انا لو لعبت معاك وبقينا فريق واحد لا يمكن اقع الا اذا انت وقعت ولو فتحتلي بقى مغارة علي بابا واعتبرتني واحد من الاربعين حلاق مش هتقدر تعمل معايا حاجة قصدك مش هينفع لا مش هتقدر ليه مش هتقدر لان ابقى دراعك ولو قطعت دراعك هطرطش بقى وتغرق الدنيا دم ونزروت وانت اذكى من كده انا عارف بحبك انا يا عبد العزيز بس يا خسارتك اللي اشتغل معانا لازم يكون مخلص لمشروعنا وتفتكر بقى دكتور كل اللي بيشتغلوا معاكم مخلصين لمشروعكم ولا نكذب بقى ويعني حضرتك ما بتحبش الكذب عارف لو كنت اجبت اجابه غير كده ما كانش ممكن ادخلك معانا في الشغل يعني نقول مبروك 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 يا عبد العزيز انت هتكسب كتير هتكسب دنيا واخره يلا عندك اول طلع السلاح والعمليه لازم تدخل حيز التنفيذ النهارده النهارده يعني الحكايه دي يعني لازم ترتيبات وتفكير وبعدين اعرف انا رايح فين وجاي منين ده دورك احنا ناس دايما شغلنا بيبقى تحت ضغط انت عليك تخطط وتوصل وتستلم وتسلم هو ده شغلنا شغلنا دايما بيبقى مفاجأة وانت لازم تكون جاهز للتنفيذ في اي لحظة وافتكر كويس انت اللي اخترت السكة دي لو كنت قدها لا مش قدها ايه قدها بعون الله واحنا هنشيل منين بقى ونودي فين هتشيل منين انت عارفها المكان اللي جيت لي فيه بالسلاح هتودي فين الراجل بتاعك هو اللي عارفها طب معلش يعني لما مؤاخذة اسأل رفيع كده اتفضل اسأل بالنسبة للكمية يعني هتبقى قد ايه انت مالك ومال الكمية انت عليك توصل وخلاص مهما كانت الكمية لا يا دكتور ما تاخذنيش اصلها لا مؤاخذة بتفرق في السعر وكمان بتفرق في وجودي من عدمه سعرك احنا اللي هنحدده لك وخلي بالك احنا مش هنظلمك ولا هنضرك لا ضرر ولا ضرار اثبت انت وجودك واكسب ثقتنا وانت هتشوف خير لعمرك سمعت بيه ولا حلمت بيه مش الفكره عمليه زي دي فيها رقبتي ورقبه الناس اللي معايا وانا عايز اعرف رقبتي تسوى كام عندك رقبتك غاليه علينا قوي يا استاذ عبد العزيز
بس ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. لا وانا استنى اقعها يا دكتور، انا راجل طول عمري احب احط النقط على الحروف واعرف مراكبي هترسي على فين. على الخير ان شاء الله يا استاذ عبد العزيز، وخلي بالك ان انا هقدرك كويس قوي، والدكتور قادر لما يقول كلمه لازم ينفذها بمشيئه الله. يلا اعقلها وتوكل. على البركه، كلامك علق في رقبتي طوق العيب يا دكتور.